بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. نحن لواء الفاتح وبالتعاون مع مجموعة حراس الفرات الكردية وكتيبة قبضة الشمال وأحرار جرابلس قمنا وبعون الله تعالى من تحرير مدينة جرابلس من عصابات الأسد المجرمة، ودمرنا حوامة قتالية وأسرنا عددا من أفراد أمن الدولة الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء والأحرار. والنصر لثورتنا العظيمة. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رئيس مخلص أبو الدولة بجرابلس من قرية منار مقيم بحلب. أنا مساعد أول حسين بكور من فرع أمن الدولة في حلب مفرز جرابلس من جبل الزاوية. أنا محمود غريب المجند في أمن الدولة في قسم جرابلس مجند احتياط. عامل صبحي حداد في مفرز جرابلس أمن الدولة مقيم في بومبج. بومبج مقيم. من حلب. سعد أول مجلس خطيب من مفرزة أمن الدولة جرابلس. أنا من جبل الزاوية مقيم بجرابلس. مساعد أول سامي سويد من قسم من مفرزة جرابلس ومن قرية كفر نبول. عرف عن حالك. أنا مساعد أول محمد عثمان رئيس مفرزة الدولة جرابلس. احكينا قصة اعتقالك. اعتقالي هجمت مفرزة بالساعة الثالثة، ضلينا حتى الساعة يمكن الساعة ثمانية التاسعة أو يكفي يعني حدود الثامنة أو التاسعة. تم تطويقنا والتعامل معنا بشتى أنواع الأسلحة، وتم تهديم المقر خلال التراكس، ورغم اتصالنا المتكرر مشان مؤازرة لم تصلنا أي مؤازرة، وتم اعتقالنا في النهاية من قبلكم. ما هو رأيك بالنظام وما هي رؤيتك المستقبلية لسوريا؟ وضع النظام حاليا صعب، في تخبط، والرؤية المستقبلية غير واضحة سوداوية يعني. أنت ثقتك بالنظام كانت كبيرة. صح. وكنت معتقد أنه رح يبعثوا لك عون. صح. لكن ما أجاني لا عون ولا أمداد ولا شيء. مفرزة الأمن السياسي اللي كانت قريبة منك. نعم. ما ساندتك؟ ما ساعدتك؟ لا ما حد ساعدني. ما كان في اتصالات بينك؟ لا حد ساندني ولا حد ساعدني. تركوك تموت؟ تركوني لحالي. حكينا عن معاملة الثوار معك. معاملة جيدة، ما لقينا إلا كل شيء طيب، وتم إسعافنا للمشفى وتقينا الضمان، ما أساونا يعني ما في إساءة. عرف عن اسمك. المساعد أول حسين بكور. عملك؟ من قسم أمن الدولة في جرابلس. شلون تم اعتقالك؟ من قبل الجيش الحر، طوقوا القصر، ضلينا لواء الفاتح ضلينا مشتركين معهم 6 ساعات. نعم. نعم. وبعدين؟ وبعدين تم اتقالنا أنا وزملائي. شو رأيك بالنظام؟ والله في رأيي إنه شق تمام. إيش بتنصح؟ أنصح زملائي كل شيء في السلك ينشق. ليش؟ عم بصير قتل، عم بصير ضرب، عم بصير. ليش ما ساندوكوا انتو 8 ساعات في اشتباك؟ ما حد اجى ساندكم؟ ما حدا ساند لا حد طاول، ما حدا اجى ساند. ليه؟ لانه ما سائلين عنه. هذا الحكي. هذا النظام الفاسد خلانا نوجه بنادقنا باتجاه اخوتنا واهلينا. اتبنى من كل الزملاء الانشقاق. عرف عن حالك.
صبحي حداد عامل بإدارة المخابرات العامة في قسم جرامس. سائل ايش الأوامر اللي كانت تجيب؟ الأوامر اللي اجتنا اني حاولوا يضربوا المواطنين والمتظاهرين. تم محاصرتنا من جيش الحرم اللواء فاتح. كم ساعة؟ شي 8 ساعات. ما اجاكم مساندة؟ طلبنا مساعدة ما اجاتنا. نجدي ما اجتنا. ايش بتنصح اخوانك المهنيين؟ انصح كل واحد عامل بإدارة مخابرات عامة ينشق على النظام. داوونا طبعا، اخذونا على المستشفيات داوونا. اجوا لازم ولا انا؟ انا المساعد اول مريض الخطيب من مرتبات إدارة المخابرات العامة قسم مفرز جرابلس. أنا من جبل الزاوية قرية اللج الشمالي. ما هي الأوامر اللي كانت تجيكم بالنسبة للمظاهرات والمتظاهرين؟ كانوا يصدرون أوامر قمع المظاهرات واعتقال الناس. إيش بتنصح اللي ما زالوا معهم؟ أنصح الجميع بالنظام ينشق عن النظام، لأن النظام فاسد. خلانا نوجه بنادقنا إلى أخوتنا. شلون اعتقلت؟ طوقنا الجيش الحر اللواء الفاتح لمدة 8 ساعات وطوقنا واعتقلنا وجابونا على المشافي وداونا وعاملونا أحسن معاملة. مش بتنصح أخوتك وأصدقائك؟ أنصح الشباب يلتحق بالسوار ويسلخوا عن النظام مشان ما يكون مصيرا مثل مصير. تكبير الله أكبر. عرف عن حالك. أنا المجند محمود غريب، احتياط مدني، قسم أمن الدولة، قسم جرابلس. إيش صار معه؟ اتحاصرنا مبارحة 8 ساعات وطلبنا مؤازرة من برا وما أجونا. مين اتحاصركم؟ جيش الحر اللواء فاتح. هذا النظام كثير قاسي وكثير عم يقتل، عم يخلينا نقتل الناس الأغبياء وعم يخلينا نسحب سلاح على أقواتنا. هذا نظام كثير فاشل، وبنصح شباب الاحتياط والأمن الدولة ينشقوا بأسرع وقت، لأني نظام فاشل، نظام كثير صعب المعاملة معه. أنا بدي كنت أنشق من شهر بس هن طلبوني، ودليل كلامي إنه مبارحة من أول ربع ساعة في هذا الأشهر هذا اللي بلش يضرب بالسلاح. أنا لو وقف لا أضرب سلاح نزلت فهم معهم. ورئيس القسم هذا اللي مسي حاله هذا، قلنا له من اول ضربه نحن استسلمنا. في واحد هم مساعده ولا ايش قال لي؟ قال نستسلم بس قال لي هذا بجوز هذا ابن حرام يضربنا يقوسنا. رئيس القسم بعمله. شلون معامله الجيش الحرمي؟ والله كويسه ما فيها كويس منه. اخذوك وضمدوك وجراحك وشيء؟ نعم، الجيش الحرمي اخذنا وداوانا وكنا يعني كنا بحاله كثير فتره.